موزمبيقي الساعه 6:08 الاهلي وريج الرواندي. في الاخر قبل ما اختم عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، قرارات النادي الاهلي النهارده اللي طلعها دي قرارات مهمه جدا، ده مجلس اداره النادي الاهلي. الناس اللي على السوشيال ميديا بتقول عوده النادي الاهلي او قرارات النادي الاهلي، لازم اقول لهم حاجه مهمه جدا، مجلس الاداره هو اللي بيتحكم في الامور المطلوبه، بمعنى هو اللي شايف الصوره كامله. ممكن يكون عندنا احنا شخصيا الصوره مش كامله، لكن هم هيطلعوا في قرارات في الوقت المناسب. اعتقد ان هو مش هنتكلم على اوقات، لكن القرارات طلعت. نتمنى الخير للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، اللي في نقطه مهمه جدا جوه قرارات النادي الاهلي النهارده، ان جماهير النادي الاهلي تكون موجوده جوه الماتشات. نتمناها جماهير النادي الاهلي، عوده جماهير النادي الاهلي بشكل مختلف تماما. لو في قله قليله جوانا، لو سمحتم لما ترجع مره تانية جماهير النادي الاهلي جوه ارض الملعب، هي اللي بتحيي الروح، هي اللي بتحيي الملعب، هي اللي بتدينا الدافع اللي احنا نكسب في كل ماتشاتنا، في كل مبارياتنا، في كل الالعاب اللي عندنا من كره القدم وكل الالعاب الجماعيه الاخرى. وكل لعيبه النادي الاهلي يتمنوا وجود الجماهير، ان هم السند الحقيقي لفريق النادي الاهلي في كل العابه. في نهايه الحلقه احب اشكر ضيوفنا كابتن هاني عبد المنعم، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. انا عايز بس اضيف حاجه كده، مناشده صغنونه، لان احنا كاعضاء، احنا اعضاء جماعه عموميه في النادي الاهلي فوق ال 140,000. كويس ما شاء الله يعني. فالنهارده صاله عبد الله الفيصل لو هتتحمل 2000 او 3000، فاحنا من اعضائنا يعني. انا بناشد اعضاء النادي الكرام الحقيقه اللي قاعدين في الجنينه، ينزلوا بكره. انت قاعد في الجنينه، طب ما تخش الصاله تشجع فرقتك، فرقه النادي الاهلي دي فرقتك طبعا، ده فريق بيلعب باسم النادي الاهلي. فاحنا بدل ما يبقى ماضيين يومنا في النادي، لا، على كل الناس اللي هي بتتابع وبتحب تتفرج على باسكت بول، اتفضلوا يا جماعه اعضاء النادي الاهلي. يعني اذا لحين ما نحسم موضوع الجمهور ان الجماهير تيجي لنا من الخارج، طب ما احنا عندنا اعضائنا، اعضاء النادي اللي موجودين يقدروا يخشوا يشجعوا فرقه النادي الاهلي، وده مطلوب منهم جدا في كل الرياضات. ده مهمه جدا من كابتن هاني عبد المنعم. نتمنى ان اعضاء النادي الاهلي فعلا يروحوا لارض الملعب يشجعوا فرقتهم، لان فريق النادي الاهلي محتاج جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي يشجعوهم بكره في مباراه بكره. اتفضل يا كابتن. شكرا كابتن خالد، بس دي حاجه ندنا.